امتلك مقومات الحارس العملاق منذ الصغر ليضمه الزمالك لقطاع الناشئين في عام 1987 ويتدرج في الصفوف حتى التصعيد للفريق الأول في عام 1991. هو نجم حراسة مرمى القلعة البيضاء السابق عمار معاذ. عمار معاذ من مواليد يونيو من عام 1970 بمحافظة بني سويف، وانضم لصفوف مدرسة الفن والهندسة وهو في 17 من عمره، وكان أبرز نجوم جيله في قطاع الناشئين خالد الغندور وسامي الشيشيني ومصطفى إبراهيم ونادر السيد وإسلام فتحي. وبعد موسمين قضاهما بصفوف الفريق الأول بعد تصعيده وتحقيق لقب الدوري الممتاز في موسمي 1991-1992 و1992-1993، فضل عمار معاذ الحصول على فرص أكبر من المشاركة فانضم لصفوف الاتحاد السكندري ومنه إلى مزارع دينا ثم الشمس وبتروجيت، حتى أعلن الاعتزال في عام 2002 ليقرر كتابة رحلة تألق جديدة، ولكن هذه المرة في عالم التدريب. وعمل عمار معاذ مدربا لحراس المرمى في قطاع الناشئين بنادي الزمالك في الفترة من 2002 ل2005، ثم الانضمام لجهاز الكابتن فاروق جعفر في الترسانة عام 2006، وبعدها طار عمار معاذ إلى الإمارات ليدون رحلة نجاح ممتدة منذ 16 عاما مع نادي الوحدة، سواء في قطاع الناشئين بالنادي أو الفريق الأول، حيث أفرز عدة مواهب لحراسة المرمى بالكرة الإماراتية، وظهر تميزه الشديد في المستوى الراقي الذي ظهر عليه جميع حراس المرمى الذين تدربوا على يديه. عمار معاذ ابن الزمالك وجهة مشرفة للكرة المصرية في الدوري الإماراتي، واسم ينال الكثير من الإشادة والتميز في مجال تدريب حراس المرمى.